منظومة التأمين الصحي الشامل. زي ما كلنا تابعنا الفترة الماضية إن المنظومة دي بدأت في بورسعيد، يعني وخلصنا مرحلة بورسعيد داخلين على محطة جديدة. المحطة الجديدة فين؟ في الأقصر. الحكومة حاليا بتستعد إنها تبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر من خلال قد إيه بقى؟ 59 وحدة و8 مستشفيات. لأ ده أنا عايز أقول لحضراتكم بقى في حاجة جديدة كمان هتحصل، وهي تفعيل الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية داخل وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية اللي بتتبع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر. إيه الجيل الثاني ده؟ هتقولي اللي هو إيه؟ هقول لك، بيشمل تقديم خدمات علاجية تخصصية في مجال طب الأطفال، النساء، البطنة. ده إلى جانب أيضا الخدمات الطبية اللي بتقدم في مجال طب الأسرة. عايز أقول لك يا رشا إنه هيئة الرعاية الصحية، وهي إحدى هيئات اللي تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بتبذل مجهود كبير جدا علشان تبني منظومة صحية شاملة ومتكاملة تغطي شرائح كتير جدا في المجتمع. إحنا بنتكلم في 6 شرائح غير قادرة هيحصلوا على خدمة وجودة ومتابعة صحية على أعلى مستوى من غير ما يكون في أي تمييز بين المنتفعين. من ضمن ال6 شرائح دول هم المواطنين المدرجين المسجلين ضمن وزارة التموين اللي بيحصلوا على دعم نقدي من قبل برنامج تكافل وكرامة، شريحة أخرى وهي العاطلين عن العمل، شريحة ثالثة وهم القاطني، خلينا نقول قاطني دور الرعاية الأسرية أو الاجتماعية، واللي بتشمل كمان الناس اللي هم ساكنين في المستشفيات الصحية النفسية ونزلاء السجون. دول شرائح من ضمن ال6 شرائح هيحصلوا على خدمة زي ما بقول لحضراتكم على أعلى مستوى، وبدأنا زي ما رشا قالت ببورسعيد وداخلين هو على الأقصر، وهو مشروع جبار، مشروع كبير جدا. وعايز أقول لكم أنه الكلام ده كله مش مثلا لايحة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لا ده قانون كمان بيكفل الحق ده، قانون اتصدق وتشرع وخلاص بقى يعني بينفذ وبيطبق على هذه المنظومة، فأصبح ده حق من حقوق المواطن إن هو يحصل على خدمة ورعاية صحية محترمة جدا. وعايز أقول لحضراتكم إن كل الكلام ده جزء من رؤية مصر 2030، وإن هي بتحقق أو بتسعى إن هي تحقق تنمية شاملة متكاملة سواء للقطاعات أو للأفراد على حد سواء. فهو مشروع قوي جدا يعني، وخطوة جديدة نحو اكتمال المنظومة بإذن الله الصحية على كل محافظات مصر إن شاء الله. عايزة بقى أزود على حاجة كمان مهمة جدا، إنه التعليم بقى بيدخل معانا في كل حاجة بتخصصاته المختلفة. هيتم مثلا الاستفادة من المدرسة الثانوية الفنية للتمريض، دي بتتبع مستشفى المبرة في محافظة بورسعيد، وهي إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في المحافظة. أيضا هنشوف مدرسة متخصصة للتمريض في كل محافظة. الحقيقة يعني التمريض ده يعني جزء أو دور تكاملي، لكن دور مهم جدا. و يعني أنا عايز أقول إنه ترس مهم في عملية الرعاية الصحية. لكن التكاملي إيه؟ إنه في تناغم ما بين الهيئات اللي بتنفذ مشروع التأمين الصحي الشامل. في تعاون وثيق بين هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عشان يحققوا التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين. واللي بتتميز زي ما بنشوف من الإتاحة، الجودة، عدم التمييز، حط تحتها خط كتير، عدم التمييز بين المواطنين، خاصة في توفير رعاية صحية لغير القادرين. أنا عايز أقول لك كمان يا رشا إنه المواطن اللي هو شايف إن هو ظروفه بتتماشى أو بتتلائم مع إحدى الحالات أو إحدى الفئات اللي هي مفروض إن هي تحصل على الخدمة بالمجان، لو هو شايف إن هو عنده الظروف الملائمة ديت بيقدر إن هو يطلع على موقع التأمين الصحي الشامل أو هيئة التأمين الصحي، وبيقدر إن هو ينزل الاستمارة الذكية ويحط بياناته، وبيبقى بتبقى أكيد مرفقة بالمستندات بتؤكد إن هو حالته إن هو غير قادر، وبالتالي يحصل بإذن الله على الخدمة. زي ما رشا قالت إحنا بدأنا ببورسعيد وهي نموذج أول بيطبق عليه النظام، ودلوقتي أهو داخلين واحدة واحدة أهو على الأقصر،
وهي 6 مراحل، كل مرحلة بتشمل عدة محافظات. بإذن الله مع اكتمال أو مع نهاية آخر مرحلة، المرحلة السادسة، نبقى بإذن الله المنظومة دي بنشوفها بتغطي كافة يعني أنحاء جمهورية مصر العربية. وخلينا نقول مرة تانية وتالتة إن أي دولة محترمة منتجة فعالة وماشية واقفة على رجليها ما بتقومش غير على نظام صحي محترم وتعليم جيد. الاتنين دول يعني أساسيات أي دولة كده عايزة تبقى ليها وجود وليها كيان وليها مكانة في وسط العالم. وبالتالي مصر بتسعى إن هي تبقى في هذه المنصة، هذه المرحلة أو هذه المرتبة. وبالتالي إحنا من خلال منظومة الصحة، منظومة تأمين الصحي الشامل، بنقول إنه إحنا ماشيين على طريق صح، ومنظومة يعني كلها ناس بتسعى إن هي توفر لك خدمة صحية محترمة، وتقدر إن أنت من خلالها تبقى عايش ومطمئن إن أنت لو حصل حاجة لا قدر الله لا الدولة إن شاء الله هتغطيك. وهي حاجة محترمة جدا وطريق صح، طريق ماشيين عليه مظبوط.